بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله ابناء طلاب وطالبات الصف الرابع ابتدائي من معاهد وبرامج التربيه الفكريه في درس جديد في ماده التربيه البدنيه معي انا الاستاذ ماجد الحميدان. الدرس راح يكون الهبوط لارتفاعات مختلفه بطريقه صحيحه وامنه. أكيد قبل لا نبدأ الدرس يوجد هناك قوانين للتعلم عن بعد كلكم أبطال وأكيد كلكم تعملون فيها نجهز الكتب والأدوات التي نحتاجها نستمع إلى الدرس بكل تركيز نتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص حتى نحصل على الفائدة كاملة واكيد يا ابطال ممارسه الرياضه لها اثر ايجابي على حياه الفرد فترفع من مستوى اللياقه القلبيه التنفسيه كما تحسن صحه عقلك ومزاجك وتحافظ على وزنك الصحي المناسب وتقيك باذن الله من امراض عده كالسمنه والسكري وامراض القلب كفانا الله واياكم شرها كما تجعلك قادر على ممارسه جميع انشطتك خصوصا الرياضيه منها يا ابطال. رساله الى اولياء الامور الافاضل نطلب منكم التواجد دائما اثناء فتره البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم وبما أننا تكلمنا عن أهمية ممارسة الرياضة كل الأبطال خلف الشاشات أكيد ينتظرون ممارسة التمارين الرياضية على القدمين قف أول تمرين معنا لهذا اليوم الجري الخفيف في المكان نتأكد أن المكان خالي من أي أدوات قد تسبب لك إصابات لا سمح الله لذلك دائما ننوه إنه الأمن والسلامة أهم من ممارسة النشاط البدني فإذا كان المكان آمن ولابس اللبس الرياضي المناسب أول تمرين معنا الجري الخفيف في المكان مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية أبطال انتهينا من التمرين الأول ننتقل للتمرين الثاني تمرين سكوات أو نزول بعدة كاملة والصعود تفتح القدمين باتساع الكتفين أوسع قليلاً اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن تمرين جماعة ابتدي ايه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يعطيكم العافية يا أبطال انتهينا من التمرين الأول انتهينا من التمرين الثاني ننتقل الآن للتمرين الثالث تمرين للعضلة الخلفية للفخذ يا أبطال العضلة الخلفية للفخذ من خلال مد أحد القدمين نبدأ بالقدم اليمين تمد بالشكل هذا يا أبطال نراعي عدم ثني الركبتين بل تكون ممدودة كاملاً ثاني جدع للأسفل حتى الوصول إلى أقصى قدر تستطيع الوصول له بشرط ألا تثني الركبتين جاهزين يا أبطال نبدأ بالقدم اليمين مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى أبطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال وأكيد مثل ما أعطينا العضلة الخلفية للفخذ التمرين أيضا العضلة الأمامية نعطيها تمرين اللي ظاهر معنا بالصورة من خلال سحب القدم قدم اليمين تكون مع اليد اليمين وقدم اليسار تسحب باليد اليسار نبدأ بالقدم اليمين نسحبها باليد اليمين واليد اليسار تتكى على جدار على جسم ثابت حتى لا تفقد التوازن وتسقط جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي ايه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة القدم الأخرى أبطال واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمان تسعة عشرة يعطيكم العافية يا أبطال كده نكون انتهينا من أداء التمارين الرياضية ذكركم دائماً إنه ممارسة الرياضة يا أبطال مرتبطة دائماً بالصحة السليمة لكن ممارسة الرياضة يجب أن تكون وفق سلوكيات قبل ممارسة الرياضة مثل أولاً النوم المبكر ليلاً والنوم الكافي ليلاً أي ننام من ثمان إلى تسع ساعات ليلاً يعني ننام مبكراً القدر الكافي حتى نمد إجسامنا بالطاقة اثنين نتناول ثلاث وجبات صحية فطور غداء وعشاء وفي أوقاتها الصحيحة ثلاثة شرب كميات كافية من المياه حتى لو لم تشعر بالعطش حتى تعوض السوائل اللي يفقدها الجسم من خلال عملية التعرق يا أبطال لذلك إذا اتبعت هذه السلوكيات يفترض عليك أنك تمارس الرياضة وبإذن الله راح تعيش حياة صحية وسعيدة دائما يا بطل خلونا نشوف درسنا هذا اليوم الهبوط لارتفاعات مختلفة بطريقة صحيحة وآمنة ماذا نقصد بالهبوط الصحيح والآمن يا أبطال؟ يعد الهبوط أحد مهارات الوثب أي أحد مهارات الوثب مثل ما أخذنا سابقا القفز أو الوثب لارتفاعات مختلفة اليوم ناخذ الهبوط والذي يعرف بالوثب لاسفل وهي مهاره من المهارات الحركيه الاساسيه اي بدل من الانتقال من الاسفل الى اعلى يا ابطال راح يكون اكيد من الاعلى الى الاسفل يا ابطال. وهي حركه انفجاريه تتمثل في دفع كتله الجسم باكمله في الهواء للهبوط على الارض يعني باختصار يا ابطال اكيد انا لما ادفع جسمي للصعود إلى مكان ما يا أبطال أكيد أن أيضا هناك هبوط للوصول إلى مكان آخر يا أبطال الحركة الانفجارية دائما تتشكل من القدمين ودائما نذكر أنه قبل لا أن نؤدي مثل الأنشطة هذه يا أبطال يفترض أن نجري حركات الإحماء حتى ما نتسبب لأنفسنا بإصابات عضلية فائدة الهبوط الصحيح يا أبطال في رياضات عدة مثل رياضات الوثب الوثب الطويل الوثب الثلاثي يكون فيها الوثب لأعلى ثم الهبوط لأسفل تعلم الهبوط الصحيح راح يساعدك في هذه الرياضات، ايضا من الرياضات الجماعيه لعبه كره السله والطائره واليد والقدم يكون اللاعب احيانا يرتقي فيها لاعلى ويكون يهبط لاسفل، فتعلم الهبوط الصحيح راح يقيك من الاصابات وراح يساعدك على تعلم المهارات الاساسيه في رياضات متعدده بشكل سليم وصحيح يا بطل. وتتطلب اداء متوافقا لكل اجزاء الجسم معا. وتستخدم في الكثير من الالعاب والانشطه الترويجيه مثل ما ذكرنا قبل قليل في الوثب الطويل والوثب الثلاثي والهبوط اكيد اثناء الارتقاء في كره السله واليد والطائره وايضا احيانا في كره القدم. ويكون الجسم في مهاره الوثب لاسفل مرتفعا عن مستوى الارض قليلا ولمسافه تتراوح بين 20 و30 سنتيمتر ويندفع للامام ولاعلى ويهبط على الارض بكامل القدمين، يعني ابطال. يكون الجسم أثناء الهبوط أبطال جميع الجسم يكون يندفع بشكل كامل أي تستخدم جميع عضلات جسمك. يكون الانتقال للأمام ولأعلى واثناء الهبوط دائما يراعى الهبوط على كلتا القدمين القدم اليمين والقدم اليسار يا ابطال من الاخطاء الشائعه اثناء الهبوط الهبوط على قدم واحد او الهبوط على قدم قبل الاخرى يفترض انك تخبط على كلتا القدمين حتى تتحاشى الوقوع في الاصابات اللي قد تكون ايضا خطيره يا بطل الخطوات الفنيه يكون الارتقاء بالقدمين معا وأصابع القدمين متجهة للأمام من وضع الوقوف على سطح مرتفع، احنا شايفين هنا أخذنا سطح مرتفع على الأرض تقريبا من 20 إلى 30 سنتيمتر يا أبطال. بعد ذلك الصعود إما بالقفز الصحيح أو بالصعود بشكل متدرج وثني الركبتين مثل ما احنا شايفين استعدادا للهبوط. الخطوة الثانية يميل الجذع للأمام قليلا مع ثني الركبتين مثل ما شفنا، نشوف هنا ثني. خفيف للركبتين، الجذع يا ابطال، كان الجذع اثناء الصعود بشكل مستقيم بعد ذلك يميل الجذع للامام قليلا وتثنى الركبتين مثل ما احنا شايفين يا ابطال بالصورة. ثلاثة تدفع او تدفع القدمين معا السطح الواقف عليه، هذا السطح يا ابطال تدفع السطح اللي انت واقف عليه القاعدة يا ابطال عليه للتحرك للامام واعلى اي تتحرك للامام وتقفز للاعلى يا بطل وتكون مقدمة القدمان المشطان أي هنا يا أبطال متجهة دائما للأمام وآخر من يترك سطح الوقوف أي أثناء القفز يكون مشطين القدمين آخر من يترك سطح الوقوف المهارة جدا بسيطة قبل أن نؤديها نتذكر دائما عدم أداها إلا بوسائل آمنة غير قابلة للكسر ولا نؤديها إلا وفق الخطوات الفنية مع معلم متخصص أو مع الأمر إذا توفرت هذه الاشتراطات يا أبطال نروح فوق القاعدة بشكل تدريجي من دون قفص يا أبطال نقف عليها ثم نميل بالجسم للأمام قليلا ثم تثنى الركبتين يا أبطال بالشكل هذا بعد ذلك يا أبطال يدفع الجسم للأمام ولأعلى استعدادا للهبوط أثناء أداء المهارة يا أبطال يكون وضع الجسم دائما بالثني اللي احنا شايفينه والقدمين بالثناء الركبتين يا أبطال كما أثناء الهبوط يا أبطال يكون المشطين بالشكل هذا يا ابطال اخر من يترك سطح الارض هذه المشطين يا ابطال اثناء القفز يتم ثني الركبتين بالشكل هذا وثني الجذع للامام قليلا وبعد ذلك دفع الجسم عاليا ويكون المشطان مثل ما احنا شايفين يا ابطال اخر من يترك سطح قاعده الارتكاز المعده للهبوط يا ابطال ثني الركبتان قليلا لامتصاص صدمة مقابلة الأرض لها مع ميل الجذع للأمام قليلا أثناء الهبوط أيضا تثنى الركبتين حتى نتلاشى الوقوع بالإصابات يا أبطال خمسة بعد اكتمال الهبوط يتم مد الركبتين والجذع لأعلى للوصول إلى وضع الوقوف احنا شفنا أثناء الهبوط شايفين كيف الركبتين تثنى قليلا حتى نتجنب الوقوع في الإصابات وبعد ذلك يتم مد الركبتين والجذع كاملا أي أبطال بالشكل هذا؟ بعد الهبوط يكون الهبوط على الركبتين بعد ذلك يتم مد الجسم والركبتين والعودة إلى الوضع الطبيعي أبطال تتحرك الذراعان بجانب الجسم بالتوافق مع حركة الهبوط للمحافظة على توازن الجسم نشوف اليدين كيف كانت واثناء القفز والهبوط اتت بجانب الجسم، لماذا تكون اليدين بالشكل هذا يا ابطال؟ حتى تحفظ لي توازن الجسم، ما يكون في اختلال في حركه الجسم مما يساعدك، اكيد اذا كانت يدينك في وضعها الطبيعي راح تساعدك على الهبوط الصحيح والامن على كلتا القدمين في وقت واحد، وتحفظ لك توازنك اثناء الهبوط وعدم السقوط وفقدان التوازن يا بطل. سبعه يحافظ على النظر للامام وللاسفل في اتجاه موضوع الهبوط، يكون النظر مثل ما احنا شايفين. للامام واكيد للاسفل قليلا حتى نلاحظ مكان الهبوط ونهبط فيه بشكل صحيح يا ابطال. نشوف هنا نموذج صعد هنا الطالب بشكل جيد على الاداه هذه اول الخطوات يا ابطال. الصعود بالقدمين معا ونشوف اصابع القدمين وين تتجه؟ تتجه الى الامام يا ابطال. نشوف الخطوه الثانيه تثنى الركبتين شايفين كيف؟ شايفين كيف يتم ثني الركبتين يا ابطال تثنى الركبتين وبعدها على طول الجسم او الجذع يميل للامام قليلا بعدها ننتقل للخطوة بالشكل هذا نشوف يثنى الجذع للامام وبعد ذلك يتم الهبوط استخدام اداة بسيطة ارتفاعها لا يزيد عن 20 الى 30 سنتيمتر حتى تتعلم اداء المهارة بشكل صحيح نشوف وضعية اليدين استخدم الطالب أكيد وضع اليدين جانبا حتى يحفظ توازن جسمه ونشوف أثناء القفز بالبداية يثني الركبتين وأثناء الهبوط يثني الركبتين تجنبا للوقوع بالإصابات أيضا أثناء الهبوط هبط على كلتا القدمين والنظر للأمام وللأسفل مكان المهارة أو مكان الهبوط يا أبطال مراجعة الدرس يا أبطال يعد الهبوط احد مهارات الوثب، هل هي اجابه صحيحه ام خاطئه؟ هل الهبوط يصنف احد مهارات الوثب؟ شوف الاجابه مع بعض. اجابه صحيحه حيث يعد الهبوط اكيد في قوه تنتج من العضلات للقفز للامام والاعلى قبل الهبوط بكلتا القدمين على الارض. السؤال الثاني يا أبطال الصورة المرفقة هي لمهارة الهبوط الصحيح بالقدمين من ارتفاعات منخفضة هل الإجابة صحيحة أم لا؟ نشوف في قاعدة الارتكاز طولها تقريبا 20 إلى 30 سنتيمتر نشوف هنا الطالب يثني الركبتين والجذع مائل للأمام ولأسفل قليلا يا أبطال ونشوف الهبوط بكلتا القدمين والنظر للأمام ولأسفل وتثنى الركبتين أثناء الهبوط إذا الصورة المرفقة هي لمهارة الهبوط الصحيح بالقدمين من ارتفاعات منخفضة إجابة صحيحة أكيد يا أبطال في ختام الدرس يا ابطال اتمنى انكم تكونون استفدتوا واستمتعتوا معنا بدرسنا لهذا اليوم اتمنى انه ما تادون المهاره الا اذا توفرت وسائل امنه لديك وايضا مع ولي الامر او مع معلم تربيه بدنيه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في امان الله